المنتخب القطري والمنتخب السوري حبايب في ملعب البصرة الدولي. الاتحاد الخليجي لم نتطرق لملف نقل خليجي 24 إلى العراق. المنتخب الوطني يرفع وتيرة استعداده تحضيرا لمواجهة سوريا الثلاثاء المقبل. المدرب المساعد للمنتخب الوطني شاكر محمود: نطمح لتقديم أداء أفضل أمام سوريا. المنتخب الإنجليزي يفوز على نظيره الهولندي. تونس تفوز على إيران وتعادل السعودية مع أوكرانيا. خسارة كبيرة لأستراليا أمام النرويج. المنتخب الألماني يتعادل أمام المنتخب الإسباني استعدادا لمونديال روسيا. في الدقيقة الأخيرة البرتغال تقلب تأخرها بهدف إلى فوز بهدفين أمام المنتخب المصري. المنتخب الأرجنتيني يحقق فوزا مهما على نظيره الإيطالي.